Banner has returned. اهلا بكم في حلقه جديده من لعبه ديستني 2. اليوم بنشوف بانشي وسبايدر ايش عندهم. طبعا اليوم انا لعبت ايرون بانر من الظهر تقريبا الى العشاء. غلقت كل الباونتيات وكل الكوستات، كنت محظوظ طاحت لي كل الدروع زي ما انتم شايفين. طبعا هذه هي الاسلحه اللي كنت العب بها، كنت العب بالبايجونز، كنت العب بالميوتن، بعض الاحيان العب الكلوس، العب ماونتن توب شاتجن، كنت نوع الهيفي طبعا منوع، كنت العب تروث، كنت العب سوورد، اند اوف ذا جيم، خلاط، اسلحه منوعه. بس الشيء الاساسي كان الون اي ماسك، وكان السوبر حق التايتل الثاني هذا اخر واحد. طبعا من اي ماسك الواحد كان بيضرب عليك وكنت مشغل السوبر يعطيني اوفر شيلد، شيلد الازرق، فيخليني اقدر اذبح اكثر، فمره ممتاز كان معي. طيب نبى نفك اول شيء باونتيات عند صلاح الدين. The iron banner has come whether you seek it or not. ونشوف ايش يعطينا. طبعا شايف اللايت حقه الانجرامات مو قد كذا. الباونتيات غلقت واعطاني باونتيين بعد ما غلقت، استغربت انا يعني هذه الباونتيين اعطاني هي. فخلينا نغلق هاي. طبعا الباونتيات كلها بينكل جير، اللايت حقها عالي او الباور، فنشوف كم باورها. حتى الان كلها دروع. الاسلحه للاسف ما طح لي اي سلاح جديد، واللي قريته انه ما في اسلحه جديده، هذا شيء سيء جدا صراحه. طيب نشوف كم الباور اللي طاح لنا. 46 47 يعني لا بأس. 46 طاح لنا كمان رجل. 45 يعني معقول نوعا ما، نرفع شوية الباور. طيب نفك باونتيات عنده. ترى الماتيريال اللي أخذتها والتوكن اللي أخذتها من الايرون بانر ترى بيعطيك هنا، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، بيقول بيعطيك مودات كويسة، فنحن نفك كل اللي عندنا نشوف هل بيطيح لنا بالفعل مودات كويسة. حتى الآن لا. ما في أي شيء. يمكن حظي هو اللي يلعب. لكن احنا هنفكها كلها ان شاء الله. ما في الا مودات. كلها اسلحة قديمة زي ما انتم شايفين. ما في اسلحة جديدة للاسف. بعطونا مود واحد على الاقل. او واحد مود. كمان ما هو ذاك المود. ما لعبوه كثير، اللي يحب يلعبوه ممكن يكون كويس. طيب نروح نشوف بانشي ايش عنده. بانشي تحت هنا على طول. Nice shooting out there. بانشي الباونتيات اليومية يباك تذبح بالارك ويبن في اي محل في العالم. يباك تذبح بالخلاط الباونتي الثاني، الباونتي الثالث يباك تذبح بالاوتو رايفل. انا اخذها كلها ان شاء الله نغلقها. المودات عندنا سنايبر رايفل تارجتينج، طبعا هي بيزود لك الايم اسيست تقريبا 5%. المود الثاني باك اب ماج، هذا بيزود لك الرصاص في المجازين، يرفع لك قوه. الابجريد مديول طبعا شايفين مطفر، انا جليمر ما عندي مع الايرون بانر، قاعد ترفع الدروع مطفر ما عندي جليمر نهائيا. الابجريد مديول الاول بيطلب مننا ماتيريال كوكب نيسس، الابجريد مديول الثاني بيطلب مننا ماتيريال دريمينج سيتي، الانهاسمنت بريزم بيطلب مننا ماتيريال كوكب مارس، والاسندنت شارت بيطلب مننا ماتيريال كوكب مون. نروح نشوف سبايدر ايش عنده. What does my guardian need? هاي سبايدر بيبيع ماتيريال كوكب
مارس بواحد ليجندري شارت، بيع ماتيريال كوكب ميركوري بخمسة آلاف جليمر، وبيع ماتيريال تنجل شور خمسة آلاف جليمر، وبيع ماتيريال كوكب مون أو القمر خمسة آلاف جليمر. هذا كان مقطعنا اليوم، أتمنى لكم يوم سعيد، نشوفكم مقطع جديد بإذن الله، مع السلامة.